تسليم مطار عتق للقوات الإماراتية برعاية رئيس الوزراء معين عبد الملك. لنشاهد التفاصيل. أفادت مصادر إخبارية خاصة قبل قليل باستحداث حواجز أمنية أمام بوابات مطار عتق الرئيسية في محافظة شبوة، وقالت المصادر أن هذا الاستحداث جاء بعد تورد أنباء عن ترتيبات لتسليم مطار عتق للقوات الإماراتية بدلا من معسكر العلم الواقع في صحراء عياذ بشبوة. المصادر أشارت إلى أن أنباء تسليم مطار عتق للقوات الإماراتية إن صحت فإن رئيس حكومة الشرعية اليمنية معين عبد الملك، والذي تربطه علاقة قوية مع الإماراتيين، هو الذي تولى تلك الترتيبات مع محافظ شبوة محمد صالح بن عديوة عقب زيارة قام بها معين عبد الملك إلى مدينة عتق قبل أن يتوجه بعد ذلك إلى مدينة سيئون ومن ثم العاصمة المؤقتة عدن. فضلا وليس أمرا، لا تنسى الاشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس لتصلكم جميع الأخبار في وقتها.